الصبح تيجي بدري عشان الجوله بتاعت الفوج الالماني ان شاء الله الساعه 8 تكون موجود. تصبح على خير وانت من عارف. هيا يا سيد، انت فين؟ انا من الصبح بحاول اطلبك من ساعه ما قريت الجرايد. ايه الحكايه؟ انت فين الاول؟ لازم تعرف يا اخي، انا عاوزك تنزلني مصر. انا كلمت مشير وفرج وهيقابلوك في مصر وهيقولوا لك انا فين. بدر، انا عاوزك في امر اخطر من كده بكتير. عاوزك في حاجه مش هقتنع حد في الدنيا على غيرك. ده المفروض يا بدر. بس انا الاول اللي اشوف ابني اعرف ان هو ابو حبيبي. بسم الله ما شاء الله، الجرح زي الفل. بس هنواظب التغيير على الجرح لغايه ما يلتا. يعني هقدر اتحرك امتى كده يا دكتور؟ يا سيدي براحتك، تقدر تتحرك في الشقه زي ما انت عاوز، لكن بالنسبه للخروج يعني مش قبل اسبوع على الاقل. المهم ما في سواء قبل شهر. خلاص بقى ماما، خلي العربيه اللي ناوي تشتريها لي كمان شهر. حلاوه سلامتك يا حبيبي، تستاهل اللي انت عايزه. ها اشوفك اخر الاسبوع يا بطل، شد حيلك. اتفضل يا دكتور. ايوه بس هتسقيني القهوه؟ اه طبعا ان شاء الله، اتفضل. اعمل ايه يا نجم صفحة الحوادث؟ كاتبين عني في الجورنال؟ النيابة حولت الولد اللي ضربك لمحكمة الجنايات وهتتعمل له محاكمة عاجلة، ونشرين صورتك في الجورنال وكاتبين تحتها المجني عليه وليد الحناوي. والله اسم ينفع للسيما. هتقولي فيها؟ بكرة تشوفي. ايه ده؟ ملقوش صورة غدير شروها؟ اه صحيح. هاني ما سألش عليا؟ لا يا أستاذ، هاني يجيب نفسه. اتفضل يا أستاذ هاني. ازيك يا وليد؟ اهلا اهلا يا هاني، تعال. وليد ده ابن حلال بشكل يا سناء هانم. بصراحه العنايه الالهيه هي اللي انقذته مش احنا. لو حضرتك تاملتي مسار الرصاصه لما دخلت في كتفه وخرجت من صدره هتندهشي. ازاي الرصاصه خدت المسار المتعرج ده وكانها بتتفادى كل الاجهزه الحيويه اللي موجوده في سكتها. سبحان الله. الحمد لله ربنا عالم بحالي وحال اخواته. الشيء الجميل اللي عجبني في ابنك يا سناء هانم انه حمى صديقه وتلقى الرصاصه في صدره بداله. ده مش صديقه يا دكتور، ده ابن خاله. اوعي كده. ما تصحش يا استاذ، استنى ما استاذن. انا استاذن؟ في ايه زراي؟ الشغاله المتخلفه بتاعتك يا هانم عايزاني افضل ملطوع على الباب لغايه ما تاخد لي اذن ادخل بيت اخويا. اللي ما يعرفك يجهلك يا استاذ جلال. سوري يا مدام، استاذن. انا وصلي الدكتور يا سرايا. اهلا يا استاذ جلال، اتفضل. هو انا مش عارف هما بيقولوا ايه. هديه السلامه اسمها حلاوه السلامه. ما كانش في لازمه خالص تتعب نفسك كده يعني. ارجوك يا وليد تاخدها. شكرا، هديه مقبوله. هدية مقبولة بس كده؟ المفروض تاخدها وتفتحها وتقول الله هدية حلوة قوي. وما دمت ما عملتش كده فأنا اللي هفتحها. بعد إذنك يا هاني. طبعا اتفضلي. أنا كل ما تجيلي حاجة تكتبها كده. الله، ميدالية ذهب حلوة قوي. حلوة قوي يا هاني، تسلم إيدك. كويس، دلوقتي بقى عندك الميدالية وماما هجيب لك المفاتيح. ماما وعدتني ان انا اول ما اقف على رجليا واخف هتجيب لي العربيه، وانت عارفه مامتك لما بتوعد ما بتخلفش. سوري. دخلوا سيد. الو. ايوه يا خالو، ازيك عامل ايه؟ انت فين يا خالو؟ معقوله مشغول بمين غيري بقى؟ طيب. وليد؟ لا انا موجوده في اوضته، عايز تكلمه؟ طيب حاضر، ثواني. الو، ازيك يا خالي؟ الله يسلمك. لا لا الحمد لله احسن كتير. مش
شكر على ايه يا خالي؟ ده هاني ده اخويا. تربيتك طبعا طمرت فيا يا ريس. ايوه طبعا اثبتت ان الصداقه جدعانه مش بس كلام، وهو كمان طلع اجدع مني وجالي النهارده معاه هديه. طيب ثانيه واحده، خلي سعيد. الو ازيك يا هاني يا ابني؟ مستغرب اللي بقولك يا ابني، مش انت صاحب وليد؟ وليد ده انا بعتبره ابني بالظبط، مش انا خاله والخال والد؟ وما دمت انت صاحبه تبقى انت كمان ابني. زي وليد ما خد باله منك، انت كمان يا هاني خلي بالك منه. مع السلامه يا ابني. حلوة القعدة دي يا عربي، نخليها عربي بقى وناكل لقمتنا هنا. حط الأكل يا ولد. ماجدة الرومي؟ وأنا أحب ماجدة الرومي قوي، بس حفظت كل أغانيها. لو تحبوا ممكن نسمع شريط محمد منير الجديد. محمد منير؟ أنا قلبي مساكن شعبية؟ يعني إيه بقى أنا قلبي مساكن شعبية دي؟ الراجل بيتكلم عن الشعب. اسمعي كويس وأنت تفهمي. هاني ايه؟ بقولك تحب تسمع ايه؟ اصل يا سيدي مروه عامله برنامج ما يطلبه المستمعون، وبتسال كل واحد في القعده يحب يسمع ايه. اي حاجه لو في انجلش. يا راجل بحسبك هتقول شعبان عبد الرحيم. وقفتكم شويه، في ضيوف بره بيقولوا ان قريبكم بقى. بعد العمر ده كله ما سالتش في ولاد اخوك، وما جيتش غير لما شفت الجورنال اللي نشر الحادثه، وجاي تزعق وتزق البيبان علشان ابن اخوك اتعور في خناقه. لا يا هانم، النشر والاسم وشه وشره. غريبه، مع اني كنت فاكراك قليت لما قريت عن الحادثه، وحسيت بالذنب لانك اهملت ولاد اخوك وما شفتهمش ولا سالت عنهم، فجيت تعتذر لهم وتوعدهم انك هتراعيهم باستمرار. لو سمحت يا سناء، انا مش جاي اناقش ده. امال جاي ليه؟ انت بتحاولي تتهميني ان اهملت في تاديه واجبي ناحيه اولاد كمال، ومجي هنا دلوقتي دليل على العكس. وفي المكالمة الأخيرة كنت حريص أوصيكي على الأولاد، وطول الفترة اللي فاتت كنت مطمن إنك مربية الأولاد كويس وما بتسمحيش لحد يتدخل في شؤونهم، رايت؟ أختي كريمة قالت لي إنها حاولت تخلي الود متصل وتستمر العلاقة بيكي وبأولادك، أجبرتيها تبعد، يمكن كمان تكوني طردتيها. أنا كنت متأكدة إنك هتقول الكلام ده، لأن الحقيقة كريمة هانم ما سابتش حد غير لو حكيت له، وعلانة الحرب عليا وعلى بيتي وعلى أولادي بعد ما رفضت العريس اللي هي كانت جايبهولي. بس الكلام ده من زمان قوي يا أستاذ جلال، من أكتر من 7 سنين، يعني ما هوش حجة ولا عذر. أنا مش بدور على حجة أو عذر، بدليل إني جيت دلوقتي لما حسيت إن في هنا حاجة غلط. هنا ما فيش حاجة غلط، ولو في حاجة غلط مش أنت ولا الهانم أختك اللي هتصلحوها. طيب تعالى هنا، هي ما جتش معاك ليه؟ هي مين؟ الهانم أختك، عمة الأولاد، ولا هي بتملى الزنبالك وتسيبك انت تتحرك؟ عموما الاهانه مش هتمنعني اني اادي واجبي. ايه هو واجبك بالظبط؟ ان احمي اولاد اخويا اللي واحد منهم كان هيتقتل في خناقه اوباش في نايت كلاب، واللي بقوا كلهم دلوقتي معرضين للخطر بعد ما سمحتي لاخوكي صاحب السوابق انه يتدخل في حياتهم ويبص في دماغهم افكاره وقيمه اللي اتعلمها في السجن. ماما، مين الضيف اللي عمال يزعق ده يا ماما؟ المفروض ان الاستاذ جلال يبقى عمكم اللي انتوا ما شفتوش ولا تعرفوش. اهلا وسهلا. انت منة الله مش كده؟ انا اختها الكبيره مروه. مروه اسم جميل، عاشت الاسامي يا مروه. ماما تأمري حضرتك بالغدا؟ يا حبيبتي انتوا فعلا جوعتوا، قولي لسرية تحضر لكم الغدا. سرية حضري الغدا واعملي سيرفيس زياده لهاني. حاضر. حضرتك هتتغدى معانا؟ انا مضطر امشي دلوقتي، بس هرجع يا سناء، توقعيني في اي وقت. استاذ جلال مش هتشوف ابن اخوك؟ لا معلش، وقت تاني. يعني ليه يا عمين وعمه؟ بس الصله مقطوعه تقريبا، عمامي ما شفتهمش خالص، وعمتي قعدت فتره كده تزورنا وبعدين اتلككت لامي واتخانقت معاها وقطعت هي كمان خالص. طب وخالك اللي كلمني دلوقتي ده ماله؟
مش عارف، زي ما يكون في حاجة غريبة كده. حاجة غريبة ازاي؟ هو بيشتغل ايه؟ هو فنان رسام، كان بيشتغل مدرس رسم، وبعدين قدم استقالته وفتح مشروع أشغال يدوية وسلك سكرين، بيورد الحاجات اللي بيعملها لمحلات خان الخليل ونزلة السمان. انت عارف التحف والهدايا اللي بيعملوها للسياح؟ تعرف ليه ما عنديش قرايب؟ ما عنديش غير جدتي أم بابا، ومتهيألي كمان ليا عمة أو اتنين مش فاكر، بس عمري ما شفتهم. اتفضل الغدا جاهز. مية مية، يبقى كده الدكتور صرح لي اكل اللي انا عايزه. لا اكلك لوحده، الاستاذ هاني ياكل مع ماما ومروه. منى وشادي دي اتاخروا قوي، انا بدات اقلق. ما تقلقيش يا ماما، راحوا مع طنط نهال جارتنا، هيعملوا ديوز على بيسين في اوتيل بنتعامل معاه في الشركه بتاعتي. ايه الحلاوه دي؟ اللي سمعك في الشركه بتاعتي بيقول ان انت سيده اعمال قد الدنيا. بكره تشوف انا هبقى ايه. بمناسبه الشركه، في واحد زميلك اسمه شرف اتكلم وبيقول لك لازم تروحي بكره. لا سيبك منه يا ماما، انا فاضلي لسه اجازه لاخر الاسبوع. الله، ايه يا هاني ما بتاكلش ليه؟ الاكل ده على فكره للاستعمال مش للفرجه. لا اصل انتوا صممتوا ان انا اقعد معاك وانا مش جعان. والله عندك حق، الاكل فعلا ملوش طعم. اكلك انت بس اللي ملهوش طعم لانه اكل عيانين، اما اكلنا احنا فزي الفل. لا هو الاكل حلو طبعا، بس انا اللي ماليش نفس. ليه يا حبيبي؟ مالك يا هاني؟ ابدا يا طنط، حاسس ان في حاجات كتير قوي في دماغي، زي ما يكون مليانه دوشه. معلش ده يمكن من اثر الحادثه والخناق، حاول تطلع من المود ده واحنا هنساعدك. الله، هي ايه الحكايه يا جماعه؟ انتوا محسسين ان انا قط الجيران وجايبينه تربيه ومين يعني؟ انا اللي عيان، انا اللي متصف صدري، اهتموا بيا شويه. لحظه واحده، مين يا سوريا اللي على الباب؟ الست ام استاذ هاني. ماما ايه الحكايه؟ جاي ورايا ليه؟ ما تقلقش يا حبيبي. مروة. أيوة ماما. خدي وليد وهاني معاكوا وادخلوا جوه وانا هشوفها عايزة ايه. من غير ميعاد، من غير مناسبة. ازيك يا سناء؟ الحقيقة بعد ما جيتي المستشفى وما قدرتش قبلك، تصورت ان عمرك ما هتحاولي تاني. أعمل إيه يا ستي؟ قلبي كبير وما بيشيلش من حد، وبعد ما ابنك أنقذ حياة ابني بقى جميل ودين في رقبتي مش هنساه طول عمري. وبعدين بصراحة بقى أنا جاية لوليد أبارك له على خروجه من المستشفى. هاني سبقك وجي بارك له وقدم له هدية، كان ممكن توفري المشوار وأضيع على نفسي فرصة إن أنا أشوفك. لا لا لا، طب انت بالرويه وقلبك اسود عايزه نعمل زيك؟ لا معرفش اخره التمثيليه ايه يا مدام عواد. تمثيليه ايه يا سناء؟ انا مش محتاجه اعمل عليكي تمثيليات، انا جايه علشان انت جايه ورا هاني، قلقك قوي علاقته بابن عمته، وخايفه للولاد يقربوا من بعض اكتر فينكشف المستور، ونقول لهاني الحقيقة. ايه رأيك يا مديحة ما تيجي نختصر الطرق والمقدمات وتقولي لي العرض اللي انت جاية تعرضيه؟ عرض ايه اللي انت بتتكلمي عليه؟ العرض اللي انت جاية تقدميهولي عشان ابعد وليد عن هاني، والتمن اللي انت مستعدة انت وعواد بيه تدفعوه علشان هاني ما يعرفش الحقيقة، علشان ما نقولوش مين أبوه الحقيقي. وانتي عندك استعداد للعرض ده؟ من غير ما أفكر ومن غير ما أعرف إيه هو العرض، مش من حقي أقرر حاجة تخص سيد، هو لوحده اللي من حقه يقول إمتى ابنه يعرف. كلام سليم ومعقول، هو سيد مفتاح المشكلة وهو ده اللي جابني النهاردة. اسمعي يا سلام، انا عايزاك تبلغي السيد رسالة. انا عارفة وانت عارفة انه سيد هربان من البوليس بسبب الفلوس المزورة اللي مسكوها مع شريكه، وشريكه اتهم سيد انها بتاعته.
حاولت ادور على سيد ما لقيتهوش، حاولت اكلمه على الموبايل قافله على طول، ما عرفتش اعطر فيه. قلت مفيش غير ان انا احملك الرساله دي وانت تبلغيها له، لان انا متاكده انه سيد هيتصل بيكي. رساله ايه ان شاء الله؟ بص يا سناء، انا ما عنديش اغلى من هاني في الدنيا، هو اللي ليا واللي ممكن ابيع اي حاجه علشانه، حتى حياتي، عشان يعيش مبسوط، وعشان احميه ممكن اعمل اي حاجه حتى القتل. وبيتهيألي كمان سيدي اتولدت جواه نفس المشاعر والاحاسيس لما عرف ان ابنه عايش. عايزاك تبلغيه، يا ريت نفضل على كده، انا ساعد هاني على قد ما اقدر وهو يحمي هاني على قد ما يقدر. اه، ويفضل الوضع على ما هو عليه، ويفضل سيد محروم من ابنه، ويفضل ابنه موجود يقدر يشوف في اي وقت وزي ما هو عايز. يعني ايه يفضل ابنه موجود؟ فكري فيها معايا وعقليها كده، سيبك من الصدمة اللي هيصدمها هاني لما يعرف الحقيقة، هتخليه زي المجنون، وساعتها ممكن يدمر حياته ومستقبله، واللي أخطر من كده عواد. عواد أصله راجل مجنون، لو حس اللحظة إن في حد هياخد منه هاني هيبقى عامل زي القطة اللي ممكن تاكل عيالها عشان محدش ياخدهم منها. أيوة صدقيني، هيبقى أهون عليه موت ابنه. أسفة، أقصد هاني، ولا إنه يشوفه مع أب غيره، بس قبل ما يوصل لده هيكون طاح في الكل، كل القريبين من هاني، وطبعا هتكون انتي وولادك أول الناس دول. أنا أسفة للي أنا بقوله، ما كنتش حابة أقوله، لا تفتكريني بهددك، بس هي دي الحقيقة. آه، وعايزاكي كمان تقولي لسيد إن أنا أعرف الناس اللي لفقوا له تهمة التزوير الجديدة، وأقدر أدله عليهم عشان يطلع نفسه براءة ويرميهم هم في اللومين. ومش طالبة منه قصاد ده غير إن هو يطمني على ابني. ده العرض بتاعي يا سناء، ويا ريت تصدقيني. المهم هو يصدقه، هيصدقه انا متاكده، لان سيد خايف على هاني زيي ويمكن اكتر كمان. معلش هستأذن انا. اتفضلي. ماما، ممكن اعرف انت جاي ورايا ليه؟ انا مش جاي وراك يا حبيبي، انا جاي اطمن على وليد. ازيك يا وليد؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلم حضرتك. على فكرة يا حبيبي، أنا مش هنسلك الجميل ده أبدا. لا مفيش جمال ولا حاجة، حضرتك طبعا عارفة أنه هاني مش صاحبي وبس. هاني يبقى استنى يا وليد، أنا مش صغير عشان تعملين المعاملة دي. مش هنا، تعال معايا في البيت وتخانق زي ما أنت عايز. طيب يلا قدامي. أنا آسف يا طنط، وليد هبكلمك. إيه الحكاية يا ماما؟ لهاني كانت هنا ليه؟ كلمته فيه؟ مش وقت الكلام ده يا وليد. مروة. ايوه ماما. لازم نلاقي خالك باي طريقه. الله، بقالي كتير قوي ما شربت الشاي بالطعام ولا بالحلاوه دي. دي بقى يا سيدي طريقه البدء، بيسموها الزرده. لا انا شربت زرده في القهوه قبل كده، مش بطعامه الزرده دي. لا مسمينها غلط، دي بقى الزرده اللي بحقه حقيقي. يا حبيبه العمر، في ايه على فكره؟ واحد وصل بعربيته قدام البيت بيقول اسمه الاستاذ بدر وعايز الباشا. اها، ده ما ضيعش وقت. ده جات لك فاتح على 140 وطول الطريق بضرب لك على المحمول ما بيرنش، لقيت زياده. انا مضطر اقفله احتياطي، ما بفتحوش بس الا لما اكون عاوز اطلب حد. طب ايه بقى الحكايه بالتفصيل؟ حط الاكل على الترابيزه دي يا ولد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا وسهلا.
حط هنا. ايه ده؟ ايه حاجز ده؟ انا مش هاكل، انا اتغديت في الطريق. انا ماليش صالح باللي عملته في الطريق يا استاذ. انا مال، انا هنا بمواعيد زنه كان ضغط من 1:30 لـ5:30 الغداء، اللي يجي في الوقت ده له غداء ياكل بقى ما ياكلش هو حر. انت بتتكلم جد؟ ما تحاولش يا بدر مع الحاج زيدان. ايوه من تاني بقى العمده. لا يا ولد اتكل انت، الولد ده بقى 24 ساعه شغال روم سيرفيس، ازعق عليه في اي وقت، شاي قهوه حاجه ساعه زي ما تحب. اتفضل. حاج زيدان ده باين عليه نمره، انت عرفته امتى ده؟ دي حكايه طويله بحكيها لك بعدين، خلينا في اللي بعت لك علشان الضرب بدا تحت الحزام يا صاحبي. الضرب اول ما طار طال صديقي صدق الفواخري مختار العزاوي دس له فلوس مضروبه. مين مختار العزاوي؟ انا احكي لك الحكايه من الاول وبالترتيب. حاج وصل بالسلامة. ايه الحكاية؟ وانا كنت مسجون ولا واخد تأبيدة؟ دول ليلتين في الحجز على ذمة القضية. يلا مع السلامة، احنا خلصنا خلاص، كل واحد يروح يشوف شغله. مع السلامة. مع السلامة. وانت يا متر بعدين نبقى نشرب الشربات. مع السلامة. انت لحقت يا حاج؟ مالك اتخضيتي كده يا الدعبرة؟ انت فاهم ان انا كنت هخلي هناك في الحجز، جيت وقعدت ورستقت نفسك وحطيت ايدك على الشغل. بقى الحق عليا اللي قلت ما لجوزك يا بنت ما يتسابش من غير حراسه. حراسه؟ وتشكرين يا حراسه، وتشكرين يا شيخ عموم الغفر. ما صحش الكلام اللي بتقوله ده ومختار قدام العمال والاغراب. ما تخلينيش ابتق لك. انا حاسس النهارده في ساعه نحس وبينها قربت. اجعلها ساعتك ان شاء الله. يلا يا واد يا مظهر هات لي المخروبه اللي هتروحني. يلا ياك تكون اخر مخروبه تركبيها وربنا يريحنا منك. الو. ايوه يا باشا معاك مختار العزاوي. متشكرين قوي، ربنا ما يحرمنا من خدماتك. لا جم وعملوا الواجب، والسيد رئيس النيابه اخلى طرفي من غير ضمان. كل ده حلو، اللي مش حلو بقى الجماعه بتوع تزييف العمله شقطوني من على باب رئيس النيابه وهات يا تحقيق من اول وجديد. قال ايه؟ عايزين دليل على ان الخمسين المضروبين بتوع صدق مش بتوعي. طب وانا اجيب لهم دليل منين؟ مش حاجه تضحك برضه يا ابني؟ انا كده ولادي هيلاقوا عليا مفرج عني، اديني ساعتين وقاعدين هنا في سين وجيم من غير نتيجه بنلف وندور على الفاضي. ايوه يا عم صدق، ما انت لازم تقدر موقفنا برضه. انت والعزاوي اخدتوا افراد بشطاره المحاميين اللي اعتمدوا على ان مفيش اي دليل يربط بين الفلوس اللي سلمها مختار العزاوي للبوليس بيك، وكمان المحامي بتاعك طلع قور حبتين واعتمد على سؤال واحد بس. ايه الدليل على ان الخمسين الف المزيفة دي هي الخمسين الف اللي انت دفعتها المختار العزاوي؟ ومن هنا بقت الفزورة. ده شغلكم وانتوا اللي هتحلوها، بس لازم تتعاون معانا. بص يا عم سيدي، انا عارف انك راجل طيب ودغري وظابط قديم ومالكش في السكك العوجة اللي بالورد دي، وكمان انا مقتنع من جوايا ان الخمسين الف المزورة دي مدسوسة عليك وان انت مالكش اي علاقة بيها. لكن ايه عليك يا ابني؟ سيد كنادي تسمع كلامي وتاخد الكلام للاخر. ماشي يا عم صدي، هسمعك ومش هقطعك. انا راجل بفهم في الناس كويس، وياما صلاح ابني جاب سيد وحكالي حكايته معاه استجدعته، خدناه في حضننا وشاركناه، وزي ما ساعدناه ساعدنا، عمل مشروع ناجح، عمل ورشة كل يوم بتكبر وتكبر، وإن شاء الله قريب هتكبر وتبقى مشغل كبير يلم ولاد وصنايعية. هتكبر إن شاء الله بعراهم وربنا يبارك فيهم وتبقى مثل للعمل الشريف. حبينا سيد وحبينا بالإنسانية والأخلاق والمعاملة الطيبة. هتقول لي
ضحك عليكم وعمل الورشه دي دروه يستخبى وراها عشان يستمر في الاجرام والتزوير. كلام ما يدخلش العقل، عشان الكلام ده هو ما ظهرش الا لما ناس بداوا في الشارع يظهروا ويطردوه. ناس لهم علاقه وتاريخ قديم بيه من ايام اسكندريه وايام القضيه القديمه، وهم دول اللي بيحفروا وراه، وهم دول اللي ورا الفلوس دي. لو مشينا ورا كلامك ده يبقى اكيد مختار العزاوي ليه علاقه بالناس دول. مين اللي خد الفلوس ووداها الاسم مبلغ؟ هو بس ايه مصلحته؟ ما انا قلت لك سيد هو الهدف مش انا. ماشي يا عم صبيح، انا همشي ورا كلامك ومنطقك وهصدقك، بس يبقى في سؤال واحد لازم اساله لك. مين الناس دول اللي اتفق معاهم العزاوي؟ انا ما اعرفش اساميهم، سيد ما قاليش. ولو عاوزين تعرفوا اساميهم بقى ارجعوا 20 سنة ورا ودوروا في اوراق القضيه القديمه. انا ما هربتش خوف، لاني كنت متاكد مفيش حاجه هتثبت عليا. امال ليه سبت شارع المرمى؟ لاني خفت على الناس اللي انا بحبهم هناك واللي هيتاذوا بسببي. مش بس صدق وعيلته، اختي وولادها والاستاذه سهام. سهام؟ ما افتكرش انك كلمتني عنها. يا صاحبي في البيت اللي انا ساكن فيه، انت مره شفتها عندي في السطوح؟ مش فاكر. مهم مالها؟ ست كويسه قوي، رقيقه وبنت ناس وبس. بس افتكر يعني انا في حاله اقدر فيها اقول كلمه وبس؟ مش حناش، هستنى لما الشبوره دي تعدي وبعدين تجيلي برجليك وتحكيلي. المهم بعد اللي حكيته ده كله ما قلتليش ايه اللي جابني من شرم على ملاوش. ابني يا بدر، انا الاول يعرف الحقيقه. عايزني انا اللي اقوله؟ مش حكايه اول يا بدر، الواد لازم يشرب الحكايه حبه حبه وبالراحه علشان ما ينهارش من المفاجاه. انت عارف طبعا ايه اللي هيتقال له. هيتقال له ابوك الحقيقي مزيف ورد سجون، وامه ست كدابه وجشعه. تفتكر كلام زي ده هيستحمله شاب زيه وعنده 20 سنة لسه اخضر؟ خصوصا ان اتربوا والستنين فاسدين، ربوه تربيه فاسده، خلوه خرع وطري، وده واضح في سلوكه. مخدرات، برشام، بانجو، صياعه، خناقات في المناهي الليليه. الواد طلع حجمه طري واخضر. فهمت اللي انت عايز تقوله يا سيد. لعلمك وانا جاي طول الطريق كنت بفكر في الطريقه اللي ممكن هاني يعرف بيها الحقيقه من غير صدمات واثار جانبيه. فكره في كروك كده الخطه في دماغي، هدرسها على مهلي. هعمل اللي ربنا يقدرني عليه. طب ما تقول لي ايه في دماغك يا صاحبي؟ لا معلش، خليك انت بعيد احسن. يعني انا لسه هدرس الحكايه. بمناسبه انت ايه اللي نبش في دماغك وخلاك تستدعي في السنه الحاضره؟ مش بيقولوا لا فين الحديد الا الحديد؟ فصل ايه بقى؟ ما انا كمان اخبي عليك زي ما انت هتخبي عليا. ارفع من الله سلامه يا ابو صلاح. عايز اسلمك يا ابو صلاح. ارفع من الله سلامه يا اخويا. الله يسلمك. ويلكم باك دادي. نعم يا اخويا. دادي جبتها منين دي؟ من الكمبيوتر؟ وحشتني موت. اصل هو كان نادر يا بابا، اول ما تطلع براءه لازم يدلعك. براءه ايه؟ كانوا سؤالين في النيابه والحكايه كلها طلعت على فشوش. والله بركه والنبي يا اخويا، انا لسه كنت قاعده حاطه ايدي على خد عماله افكر اخدك ايه في اول زياره؟ افتكر بط ولا جوز فراخ ولا غفنهاش بنص كيلو حلاوه؟ فلا الله ولا فالك. ايه رايك؟ انا فعلا جعان، فين الاكل؟ حالا يكون جاهز يا اخويا. التحريات المستمره من تاريخ ضبط اول عمليه ترويج حصلت في شركه الصرافه بتاعه فوزي تركي، والعمليات المتناثره بعدها اخرها عمليه مختار العزاوي، بتقول بوضوح ان المساله مش مساله مزيف واحد بيعمل عمليه صغيره على قده، لا العمليه كبيره وعلى نطاق واسع، غالبا في شبكه اجراميه هي اللي ورا الموضوع ده. ده يا فندم نفس الكلام اللي انا قلته في التقرير سعادتك. جريمه التزييف هنا
اكبر بكتير من امكانيات فرد لوحده او حتى مجموعه شركاء محدودين. وبعدين يا فندم سعادتك، تقرير المعمل الجنائي بيشير الى نقطه في غايه الاهميه، ممكن حضرتك الضابط بقى يشرحها. انا رجعت سيادتك لتقرير قديم عن العمليه اللي تمت في اسكندريه سنه 82 واللي نفذها سيد عبد الرب القوصي، وقارنتها باللي وصلنا له في العمليات الاخيره. العامل المشترك بين الجريلتين هو وجود درجه اتقان عاليه ووجود موهبه فرديه خطيره في عمليه اسكندريه، لكن اتقان الفرق التكنولوجي الكبير في الوسائل والادوات. ما كانش فيه وقتها ليزر ولا جرافيك ولا امكانيه تزييف العلامه المائيه والخيط المعدني. ودي طبعا وسائل بعيده عن ايدين الافراد. بالظبط صعب. امال ليه الشكوك بتدور حوالين سيد القوصي؟ في يا فندم، اولا اعتبار السابقه اللي بتوجه الشكوك طبيعي للي سبق لهم تاريخ في الجريمه. ثانيا درجه اتقان التزوير اللي بترجح وجود صله. ثالثا يا فندم وده الاهم، وجود ناس بيحاولوا الصاق التهمه بسيد فلاريا علشان يضللوا اجهزه البحث او يصفوا خلافات شخصيه بينهم لسه مش واضحه. مين الناس دول يا علاء؟ والله يا فندم احنا لسه ما حصلناش على اي ادله ضد ناس معينين، لكن احنا بنحاول نقرا القضيه القديمه وبنحاول نتتبع شبكه علاقاته. انت مدرك انك لو وصلت للناس دول ده معناه ايه؟ يهمني يا فندم استفيد من خبره سعادتك واتعلم منها. اول نتيجه هتبقى صله الناس دول بالفلوس المزيفه وازاي حصلوا عليها، والنتيجه الثانيه والاهم وهي الكشف عن الشبكه الاجراميه اللي بنرجح وجودها. خفوا شويه عن سيد كلاريا، محدش يدور عليه. سيد احنا ما عندناش امر بالقبض عليه، النيابه قفلت التحقيق لحين استكمال التحريات. بس انا هربان سعادتك. هربان من ايه بقى يا سي عجمي؟ من الجريمه سعادتك. جريمه ايه يا متخلف انت؟ اسمع، انت بالتحديد مالكش دعوه بسيد. بعدين انت بقى حواليك علامات استفهام كتير قوي، ودورك جاي. أمر سعادتك. انصراف. عجمي استنى. أمر سعادتك. مين اللي سلم ال 50,000 المزوره المختار الزاوي؟ ما عنديش فكره سعادتك. ثلاثة بالله العظيم ما اعرف. طب حاول تعرف، لاني هسالك السؤال ده كمان كام يوم، ومش هقبل كلمه ما اعرفش. أمر سعادتك. ايوه خلاص افتكرت سعادتك. اللي خد الفلوس المتزوره واداها للحاج مختار هو صدقي فواخر. انت بتستعبط؟ ماشي يا مرش، حاضر. انت بتكدر، دور نفسك مكتب وسلم نفسك للبشاويش عزب عشان يحطك في الحجز. امر سعادة. انت ما حاولتش تدور عليه؟ اتلخمت. شغل الورشه اللي لازم يكمل، ظروف القبض عليك، والدنيا اتلخبطت حواليا. وهو ما اتصلش خالص؟ ابدا، حتى حاولت اكلمه على التليفون المحمول بتاعه، يا مقفول يا ما بيردش. غريب امر الجدع ده، هو مش عارف ان هروبه ده ممكن يزود الشكوك حواليه؟ بصراحه بابا انا ما استجدعتوش في اللي حصل ده كله. كان المفروض اول ما سمع ان البوليس قبض عليك يجري يسلم نفسه ويقول لهم الفلوس دي بتاعتي، وعم صدقي ملوش اي علاقه بيها. مش يهرب. الفلوس دي مش بتاعت سيد. الفلوس اللي اداني سيد سليمه 100% وزي الفل. وانا لما خدتها واديتها المختار العزاوي اكيد خد الفلوس السليمه وحط بدالها الفلوس المضروبه ده. هي تبلغ. معلش يا حضره السر، انا بحب سيد زيك واكتر منك كمان، لكن انا عندي الدليل ان ورا الموال ده كله. انت بتقول يا صلاح؟ بعد ما نشطب الورشه حضره السول هنروح انا وانت مشوار صغير. مالك يا حبي ساكت ليه؟ ما بتتكلمش؟ ده حتى ما بياكلش. مالك يا ولا في ايه؟ أمه انا عايز اكلمك. اتكلم قول. لوحدنا. ايه ده بتخبي على زيتك يا حبي؟ معلش يا ست سامحيني. ابوك يا حربي. ابويا ايه بس يا ستي؟ استنى هنا انا اللي هفتح. الدنيا ليل وانا راجل. ماشي يا حربي انت الراجل، اتفضل افتح. اسم النبي حرصك وزينك. السلام عليكم. اهلا اهلا. اتفضل يا حاج. اتفضل يا باشمهندس، اتفضلوا.
هو الولد جري راح فين؟ تلاقيه خف رجله وجيب حاجه ساقعه. اتفضلوا. اهلا وسهلا. اتفضلوا عشا معانا. هو سيد معاكم؟ لا يا خاله ابو حسن، ده انا والدي بس. اعذرني يا ابني، العتب على النظر. بقول لك ايه يا محاربي، نقعد في اوضه تانيه لوحدينا احسن. انا والله العظيم ما خدت حاجه. بتحلفي ليه يا كفايه؟ احنا مش بنتهمك. انتوا لسه بتقولوا ان انا خدت فلوس من الباشمهندس سيد. لا يا بنتي، احنا بنسالك عن الفلوس اللي جابها سيد وسابها عندك. سيد ما جابش حاجه وما شالش عندي حاجه. كفايه، انا عارف انك بتحافظي على سر استأمينك عليه سيد، ومش عايزه تخوني ثقته فيكي. خلاص، يبقى المؤاخذه بقى ما تسالنيش. ايه كفايه يا بنتي، انت بتشكي في ان غرضنا مصلحه سيد؟ لا ما بشكش. احنا عرفنا ان سيد جاب لك هنا الفلوس المضروبه اللي دسوها عليه في بيته المره اللي فاتت، وانه طلب منك تخفيها لغايه ما يشوف لها صرفه. مين قال لكم الكلام ده؟ حربي. دلوقتي هيقولوا لامي وهتقطع خبر، مع انه والله العظيم ما اقصد اقول اي حاجه. ده الباشمهندس صلاح كان زعلان عشان البوليس قبض على عم صدق، وكان بيقول انه هيقبض الخزنه عشان يشوف فيها فلوس مزوره ولا لا، عشان البوليس هيفتش اي حد ليه علاقه بالباشمهندس سيد. فخفت على امي يا سراجب ورحت قلت له يخليها ترمي التهمه اللي عندنا في البيت. انت ما غلطتش يا حربي، اي واحد يحب امه ويدافع عنها لازم يعمل زي ما انت عملت. بس انا كده خباص يا سي رجب، وخصوصا اني قلت لك انت كمان. لا ولا يهمك، سرك في بير، ولازم تعرف ان انا والباشمهندس صلاح وعمك صدقي كلنا محاسيب سيد كناريا، ومش ممكن ابدا ناذيه. ايه ماله حرب يا ابوك؟ لا ابدا، خناقه عيال هو وجماعه اللي في الورشه، فواحد منه قال له يا جدع روح كده وانت شبه بركه الاهواجي. تسلم، مقبوله منك يا رجوبه. عين عليك يا حلو يا اسمر. ممكن تورينا الشنطه دي يا كفايه يا بنتي؟ لا يا عم صدقي مش ممكن. احنا مش هنلمسها، احنا هنشوفها بس. انا هفهمك يا بنتي، بعد سيد ما ساب بيته وورشته بقت الامانه اللي سابها عندك دي خطر عليك. المخبرين مالين الشارع، ولو شموا خبر وهاجموا على البيت هنا مش هتقدري تقولي دي حاجه سيد، هتتدبسي انت فيها. ايوه، واحنا دلوقتي بدل سيد هنعمل معاك اللي كان هيعمله هو بالظبط. على العموم سي سيد عملها قبلكم، جه هنا وخد الشنطه بعد ما جابها باسبوع، قال انها خطر عليا وعلى الشارع كله، وان هو لازم يبعدها. قال انه هيتصرف، هيرميها في اي مقلب زباله او يحرقها في اي مستود. تفتكر يا صلاح قالت لنا الحقيقه؟ انا مصدقها، بس سواء كانت كذبت او قالت الحقيقه، المهم اننا عرفنا ان الفلوس كانت موجوده، وان سيد هو اللي هو ليه يا صلاح؟ ما باينه احنا هنقاوح في ايه. انت ليه يا صلاح بتدور على اي حاجه تدين سيد وتمسك فيها؟ عمل فيك ايه؟ شايله على دماغك وزاعق ليه؟ انا يابا؟ عموما مش انت لوحدك اللي عارف ان سيد يبقى ايه بالنسبه لي. انا اكيد كنت عارف ومتاكد، لكن دلوقتي حاسس ان في حاجه جواك غيرتك ناحيته. هروبه يابا، سيد لو بريء ما يهربش ويسيبك تشيل التهمه بداله. ولما اعرف كمان انه كان شايل فلوس مضروبه عند كفايه. اكيد دي الفلوس المضروبه اللي دسوها عليه في بيته النوبه اللي فاتت. اما حكايه هروبه دي فانا متاكد ان ملهاش علاقه بالقبض عليا. مش عارف يا بابا، انا شاكك. ده اللي جواك ناحيه صاحبك؟ شوفها يا صلاح، شوفها يا ابني. البني ادم مننا لما يؤمن بحاجه لازم يمسك فيها بايديه واسنانه، وما يسمحش لاي هبه ريح انها تضيعها. والصداقه المخلصه يا ابني ما هياش اي حاجه، دي الحاجه الوحيده اللي لها قيمه في وقتنا ده. الذهب اللي ما بيرخص مهما اتملت الدنيا حواليه، صفيح ودبش وكهن. موبايلك بيرن يا صاحبي. ميرسي يا لولا. الله، دي نمرة سيد. الو، ادهولي ادهولي اكلمه. لا لا لحظة يا بابا. ايوه سيد، ايه اللي انت عملته ده؟ طب طمنا انت فين؟ اطمن يا سيد، انا بطمنك، انا كويس يا صلاح. هتفضل هربان لحد امتى يا سيد؟ انا مش هربان، انا حبيت بس ابعد شويه.
وعلى فكرة أنا عرفت إن الجنرال رجع وما لقوش أي حاجة ضده. قول له إن أنا ببارك له. هقول له إيه؟ خد خد قول له أنت. إيه يا سيد؟ معقولة؟ معقولة تخربينا بالشكل ده؟ لا يا عم الجنرال، أنا ما خدتش بحد. وعلى فكرة كفارة يا سيدي، ما لحقتش تدوق اليمك وتاكل في القروانة. خلينا في الجدة يا سيد، لازم ترجع. أنا هرجع إن شاء الله، بس لما الظروف تتحسن. وعلى بال ما ارجع عاوزك تنفذ اللي احنا متفقين عليه، مشروع المشغل يمشي زي ما هو. حاضر حاضر يا سيد. ادهولي انا هبقى اتصل بيك واطمنكم على طول. ايوه يا ابني لازم تتصل وتطمننا. انا عايزه يابا. خد خد صلاح معاك. ايوه يا سيد سامحني، انا غلطت في حقك. لا غلطت يا سيد، أسأت الظن بيك. سامحنا يا صاحبي، ما انت عارف أنا خفيف وخايب. لا صلاح، لا انت خفيف ولا انت خايب، انت راجل كان خايف على ابوه وده حقك. على فكرة صلاح، خلي بالك من كفاية وحربي وابو حسن، دول الأمانة اللي أنا سايبها في حماك. ماشي يا صلاح، تصبح على خير. ادخل بيتكم وتسهروا معايا شويه. لا حرام، الدنيا بردت. هبيتكم. سلامتك يا بنت اخوي، انا افتكرت في حد قاعد معاك. انت بتكلمي العصافير يا حبيبتي؟ خص عليك يا عمتي، خضتيني. انت بتسحبي كده ليه مع ان خطواتك تقيله؟ تقيله ليه يا حبيبتي؟ ما هي خطواتي كويسه او ما فيهاش حاجه، لكن يعني بس انا لقيت عليك. وبعدين اتخضيتي ليه؟ انت قاعده بتعملي ايه؟ بتعدي النجوم في السماء يا حبيبتي؟ معلش ما يضرش، اصله مالوش كبير. هو ايه بقى يا عمتي اللي مالوش كبير؟ اللي اسمه اللي اسمه ايه ده كان على طرف لساني، اصلي ما جربتوش من زمان. عمتي انا هدخل بيت العصافير وانزل انام. يا عيني عليكي يا شابه، يا تعبانه من فوق لتحت ومن تحت لفوق على راي شكوكو. لا لا، ده انت الليله دي تخلالك بلاد. انا لو مش عارفاكي كنت قلت يعني. مبسوطه شويه؟ ده مش شويه، ده انا مبسوطه كتير قوي، مبسوطه على الاخر وفرحانه. قولي لي بقى، تتصوري مين كلمني النهارده؟ مين يا عمتي؟ كونداليزا رايس؟ ايه كوم رايس دي؟ تصدقي مين اللي كلمني النهارده؟ ليلى صدقي. انت جننتي؟ في بنت متربيه وبتحافظ على سمعتها تعمل كده؟ انا مش عارفه ايه الغلط اللي عملته عشان كل الاهانات دي يعني. كمان مش عارفه، ما تعرفيش ان لما واحده تكلم ام شهاب وتقول لها خليه يتقدمني عشان اتجوزه ده يبقى ايه صفاتها؟ انا ما قلتش كده، انا رحت قلت لها يا طنط المساعد ابنك جه تقدم لي وانا رفضته. دلوقتي رجعت نفسي، لو عايز يجي يتقدم لي تاني انا موافقه يجي يكلم بابا. هو تفرق ايه؟ ما المصيبه واحده، انت اللي طالباه. انا مش شايفه فين المصيبه اساسا. المشكله لما يبقى عندي الشجاعه اني اغير خطاي واصححه. انت عايزه تفرسيني؟ عايزه تموتيني ناقصه عمر؟ يا ماما بعد الشر عليك ان شاء الله. انا ان شاء الله انت فعلا قبل ما يجي اليوم اللي انطاتي رصته بسببك. يا ماما حرام عليكي، انا عملت ايه عشان اهلي يطاطوا راسهم بسببي؟ وبعدين انا اتكلمت مع بابا في الموضوع ده، انا وانت مش قادرين نتفاهم. في ايه؟ صوتكوا صح جيران. مسكينه يا ليلى. ليه بقى يا بنت اخويا مسكينه ليلى؟ دي ناصحه وشاطره وذكيه وحسبتها كويس، وبعدين سعد ابني ما يتعيبش. انا مش بتكلم على سعد، انا بتكلم على الواحده اللي تتاذي في مشاعرها فتتصرف باي شكل وتجرح نفسها. والنبي يا حبيبتي انا ما بفهمش، اتكلميني كده على قدي. انت قصدك تقولي ايه؟ كنت بسمعك زمان يا عمتي تقولي مثل على العند، فاكراه؟ مثل على العند؟ اه فاكراه، العند يورث الكفر. بس الاصح نقول العند يورث الضياع. مين بقى اللي بيعاند ومين اللي هيضيع؟ مدام مصممه على اللي في دماغك، ما استنتنيش ليه لما اتصرف؟ ليه يا ابله؟ يا بابا انا فكرت فيك، انا فكرت في موقفك وفي الحرج اللي ممكن تحس بيه لما تيجي تفتح الكلام تاني مع سعد. قلت انا اللي غيرت رايي، يبقى انا اللي اتحمل مسؤوليه قراري. ايه الكلام اللافف في الملاعبك ده؟ بتجيبيه منين؟ من فضلك يا همت، احنا قلنا ايه؟
يا تقعدي ساكتة تسمعي وبس يا تسيبينا. ليه هو انا مش امها؟ وخدت دورك واتخانقت معاها وسمعتيها من الملاقي خيار، سيبينا انا وهي بقى. بس كده؟ حاضر. طبطب عليها يا اخويا طبطب، خدها في حضنك وخليها تعيط على صدرك، اما اشوف اخرة الدلع المرق ده ايه. ولا ماما بتعملني كده ليه؟ لانها متصورة انك كسرت عينيها قدام الولية مساعد، ويمكن في دي يكون عندها حق، لان المساعدة دي ولية مش ركزة مش تقيلة، ممكن من بكرة تزيع في الشارع كله ان ليلى صدقي كلمتها وترجتها تخلي سعد يتقدم لها ويخطبها. لا يا بابا مش معقول. لا لو كده لو جالك سعد ارفضه طبعا. يبقى شغل صغار يا بنتي، شغل صغار. اسمعي ليلى، انت اخدت قرار وبتنفذيه بنفسك، يعني انت المسؤولة عنه في الاول وفي الاخر. يعني مش فاهم. يعني لو سعد جاء وتقدم لي انا احط ايدي في ايده واقرا معاه فتحة واتفق معاه على كل شيء، مش هو ده اللي انت عايزاه؟ ايوه. على خيرة الله، على الله بس ما تندميش في الاخر. مالك اتهزيتي ليه؟ اوعي، انت قرارك صح. كل ده علشانه يا ليلى؟ يا صلاح من فضلك، انا مش ضحية ولا انا واحدة بتحمل تحت تأثير صدمة، انا عارفة كويس انا بعمل ايه، وهتجوز سعد يعني هتجوزه. كنت فين يا ولد لغايه دلوقتي؟ انا كنت في فرح، بابا قدم لك رخت عروستي. نعم زي القمر.